هناك شوف الانتخابات الأوروبية اللي صارت مؤخرا فيها تهيئة لقدوم ترامب. يعني أنا ما بدي تفهم الشعور العاطفي، يعني أنا أتمنى أنه يجي ترامب مثلا، أوكي؟ ولكن أنا بحلل حاليا، وأنت طبعا يعني محلل سياسي. طيب، في تحضير في أوروبا، التحضير طبعا مو مقصود، يعني هناك يعني تغيرات سياسية في أوروبا. فالتغيرات السياسية هاي تهيئ قبول أوروبا أكثر لترامب من المرة القادمة. المرة الأولى كانت أوروبا أكثر ليبرالية، حاليا أوروبا مشقة تقريبا 50% 50%. الشغلة الثانية، الاتحاد الأوروبي بشكل عام والدول الأوروبية لم تركز على الإنتاج العسكري لفترة طويلة، استهلكت ما تبقى من منتجات الحرب العالمية الثانية، انتهى المخزون الاقتصادي والمخزون العسكري الموجود لديها. السيد زيلينسكي يعني شخص ذكي، يعني هو يعرف يعني ميزان القوى ويعرف ما تم تقديمه من مساعدات له. ما ترامب تبقى، يسميها يعني مندوب مبيعات شاطر او هو كده هو كده، فهو يعلم انه لم يتبقى له في يعني سلة المشتريات الا الولايات المتحدة، هو يعلم تماما. اوروبا تقريبا افلست، الاتحاد الاوروبي يعني لا يقدر على الدعم، وحتى ما كان يعني يشار اليه بالقوه العسكريه والدبابات الخارقه الاوروبيه، يعني تم تدميرها بسهوله واثبتت ضعفها يعني نتيجه عدم خوض الحروب، يعني وعدم اختبارها مده الحرب العالميه الثانيه. فطبعا هو تمهيد، انا وجهه نظري. الشغله الثانيه يعني اللعب في الوقت الضائع، يعني هو يعلم تماما انه ميزان القوه مو صداقه. يعني انا دائما ابدا اعترض انه بوتين صديق ترامب. السياسه ما بين الدول العظمى لا تتم بهذه الطريقه، يعني هذا التفكير سخيف اذا حكينا بهذه الطريقه. ولكن المصالح المشتركه لروسيا حاليا وللولايات المتحده انهاء الحرب. ولكن اذا كان هو ترامب وبوتين او ترامب وشخص اخر، الطرفين سوف ينهون الحرب.